حبيبتي، شو رأيك ساوي لك شاي أو فنجان قهوة؟ ليش ما عم تصدقوني؟ قلتلكن عايش. بدك يا يكون عايش؟ بدك كمال يرجع على الحياة؟ وأنا؟ أنا كمان بتمنى يكون عايش، بس هو راح. يا ريت لو إنه يرجع. بتمنى لو عن جد أخي كمال هو يلي جاب لك هالورود الحلوين، يا ريت يفتح هالباب ويفوت على البيت هلأ. بس هالشي مستحيل، لأنه كمال مات. كتير صعبة وبتوجع، بس نحن مجبورين نتقبل هالحقيقة. معك حق، ما بعرف شو عم احكي ولا شو عم ساوي، صرت عم خبص احيانا. طيب بدي ارتاح شوي. أنا بدي ضل مع أمي هالليلة، فيكي ترتاحي بغرفتك. ماشي نارين خانم، تصبحي على خير. وأنتي بخير. أمي، كمال عايش؟ ما حدا عم يقبل إنه يصدقني، مفكرين إني مجنونة، بس هي الحقيقة. رح أسمع صوت قلبي أمي، لأنه ولا مرة خيبني. بعرف أنه كمال عايش، ورح دور عليه للاقي، وشو ما قالوا رح لاقيه ورجعوا على البيت.
ما رح أعطيك اللي بدك يا كمال تارون، وما رح تقدر تخوفني. رح دمر لك كل خططك وبتشوف بكرة. أنت متأكدة؟ يعني عن جد بتقدري تدبري كل الأمور هون بغيابي؟ أكيد بقدر دبر كل الأمور، أنت اللي تاكلي همشي. نارين أنت منيحة؟ تعي عادي لشوف. امبارح ما قدرت سيطر على حالي، بس لا تقلقوا، بعرف ميز بين الوهم والحقيقة. نارين، عندي رفيقة عايشة برا اتصلت فيني وهي حامل، بس للأسف عايشة لحالها هلأ، والدكاترة قالوا إنه في خطر على حملة بالشهور الأولى، ما إلها حدا غيري ليهتم فيها، لهيك طلبت مني روح ابقى عندها فترة لتزبط أمورها. شو قلتي؟ ما بدك تروحي؟ لا بصراحة لسه ما قررت شي، ماني حابة روح وأتركك لحالك. بس أنا ماني لحالي، في معي فخرية ومارت كمان، بس رفيقتك لحالة وهي محتاجتك لتكوني جنبها. بإذن رب العالمين ما رح نحتاج لشي. روحي لعند رفيقتك واهتمي فيها. طيب طالما هيك رح روح، معناها رح ضب أغراضي وجهز أموري. تركت الطبخة على الغاز، إن شاء الله ما تكون احترقت. ألو؟ ألو عم تسمعوني؟ مين معي؟ بعرف إنه هاد أنت. بترجاك ارجع اتصل. أنسي ميسان؟ أنسي ميسان؟ باينتك مو منيحة، صاير شي؟ لا، شردت. بدك شي؟ توقعي لي هالوراق؟